الساعة الواحدة واضح عندكم؟ يا لو تعيد بس يا موسيم، الله يرضى عليك الكلام الأخير لأنه ما وصلنيش واضح. الصوت واضح أو لا؟ الآن واضح، بس شوية إيش قلت قبلها؟ يطلع لي من داري من الصوت. طيب ما دخلت الفيديو أنت وعيب، يقول لك هنا استخدام هذا الروبوت إنترنت. يعني يقول لك هنا من مميزات استخدام شكله انقطع على وسيم او شيء. ايوه صوت مش موجود الان، لانه انقطع شغله. اما انه فعلا الموضوع اللي تطرق له جدا حلو، وكان ينفع ان احنا حتى نناقشه الان بالمشي اللاني. ايوه فكرتها حلوه جدا. واضح الان؟ ها يا وسيم كذا اتكلم، ايوه لانه الان شوية واضح انقطع. تمام. الان واضحة. المشكله ما بقدر شكلي اشغل الفيديو هذا اللي يوضح المشكله والحل. ايش لحظة السبب عندك؟ بحاول مرة. ممكن الإنترنت ها الرفع، سرعة الرفع بطيئة. نجرب مرة ثانية هذه. الشاشة ظاهرة عندكم الشاشة الآن؟ ايوه الشاشة ظاهرة. نعم ظاهرة الآن. في حد يسمعنا؟ لا ايوه اسمع صوتكم. مشكلة الإنترنت unstable. الصورة مش واضحة، ما ايش ظاهر؟ هو الان ما اعتقد، بس لو شغلته يا وسيم. ايوه طيب الان بشغل تمام. الآن. يقول لك هنا الروبوت المعزز بالذكاء الاصطناعي هذا يمكن قتله، يمكن له أن يتم يقدر يستطيع القضاء على 200,000 عصابة بارة في الساعة الواحدة باستخدام الليزر. كاربون روبوتكس هذه الشركة المصنع لهذا الروبوت ذات القيادة. إذا في أي مشكلة بالصوت تكلموا مباشرة، تمام؟ نبهوا عليها. طيب، تمام. طيب هنا الروبوت يستخدم كاميرات، يعني يمكن أن يتعرف على النباتات. أكثر من كاميرا بمواصفات عالية يمكن أن تتعرف على النباتات الضارة من بين المحصول كامل. هذه هنا ندخل كمان في الرؤية بالحاسوب، ندخلها في المجال. يمكن أيوه الآن found قطع الصوت يا probe، وسيم. يعني اكتشف الحاجة الضارة ما بين المحصول. هو مشكلة معي، مشكلة بالإنترنت. وقت ما شغل الفيديو يتم نقل الصورة والصوت. طيب الآن واضح، هنسمعك واضحة صوتي واضح ولا لا؟ الآن. أي واضح خلاص لا الآن. أكثر، بس أقدمه على شوي شوي كذا بالماوس. طبيعي طيب بشغل على فريم الأبدومة. فريم، ربما يمكن لما أوقف الفيديو خلاص. طيب أيوه هنا يقول لك على الليزر. تمام وقفت كثير في الحلقة. أيوه هنا يقول لك النبات الضار يمكن أن يسبب مشاكل للمحصول، وذلك من خلال يعني هو النبات الضار يقوم بأخذ الماء والمواد المواد اللي تتغذى عليها المحصول. الماء والضوء والمواد الطبيعية مثل الأملاح والمعادن الموجودة بالتربة، ومع الوقت يقضي على المحصول أو
المنتج يخاف يعني ما يكونش بنفس الكمية المرجوة. يقول لك هذا الروبوت الآن ذات القيادة باستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي، وجعله يقوم بمهامه، وكما قلنا في البداية 200,000 يستطيع القضاء على 200,000 عصبة ضارة خلال ساعة واحدة. يعني مستحيل البشر إنهم يوصلوا لهذا القدر من الصوت. واضح ولا لا؟ لا الصوت واضح، تعدل على ايوه الهاتف. ايوه واصل واصل. تمام، يقول لك مستحيل إن البشر يمكن إنهم يقوموا بنفس بمجهود أو بنتيجة قريبة لهذه النتيجة اللي يقوم فيها الروبوت. يقول لك الميزة إنه يمكن إنه يدمر العصبة الضارة بدون الإضرار بالمحصول، يعني يتجنب المحصول. هنا يدخل يعني ربما هنا يكون نوع التعليم الموجود هنا كلاسيفيكيشن، إنه يكون نبات بار تقريبا. هنا نوع التقنية المستخدمة بالتعليم هنا هذه كلاسيفيكيشن اللي هي نظام سوبرفايز، أو يعني من مميزات هذه التقنية إنه يقضي على النباتات الضارة بنفس الوقت ما يضرش بالتربة، لأن المبيدات لما يجوا لما يقوموا بغمر المكان هذا كله بالمبيد، حتى التربة مع الوقت يعني يصير لها ضرر طويل المدى. يعني يقول لك باستخدام هذه التقنية يمكن إن احنا نستغني تماما عن مبيدات الحشرات وعن المنتج يعني المواد اللي هي تساعد بالقضاء على النباتات الضارة في موضوع الزراعة، موضوع أجريكلتشر تقريبا كده ما أعرف. حافظ على الكوكب يعني من التلوث، لأنه يعتبر استخدام المبيدات الضارة مشكلة عويصة حاليا في الزراعة، وكمان تغير المناخ، ندخل بأمور كثيرة، ندخل بدوامة ما لها نهاية. أما بخصوص البحث اللي هي اتكلموا عنه، في هنا مصطلحات الكيوردز الخاصة في المصطلحات الزراعية، تمام، لكن هنا ندخل بمجال أيوة ندخل بمجال مكافحة الآفات كهربائيا. بقول لك ليش هنا كهربائيا، ليش ركزت هنا على الإلكتريك؟ في معانا الماشين فيجن، الرؤية بالآلة، في معانا هنا بشكل عام الـ Artificial وسيم الصوت حقك ضايع تماما، تسمعني؟ Intelligence. هذه إذا تم عكسها الإلكتريك قبله لا أبدا. هنا جالس أصلا في خلال البحث ركز كثير عن صوتك واضح، صوتك اتقطع يا وسيم، اشكلت اخر صوتي شيء؟ واضح الآن، كذا تكلم؟ ما فيش صوت خالص يا وسيم، ما عدلتش. هل انت تتكلم الآن ام ساكت؟ بس ما فيش عندي اي صوت. ايوه الصوت ماشي موجود خالص. وسيم تسمعنا؟ انقطع عندنا النت. ما أدري، يمكن هل ما نكمل على النت أو إيش بالضبط؟ طيب باللي اتطرق له لغاية الآن، يمكن حد بس يقول لي إيش من آليات المفروض، يعني أنت من وجهة نظرك كيف بتدرب الآلة على عمل حاجة زي كده؟ طبعا زي ما قال وسيم في كاميرات
عن طريق التقاط الصور بالكاميرا. ممتاز. بيتم تخزين تدريب الآلة وتخزينه بالداتا سيت. أول ما يشوف مثلا، بعدين بعد ما يجمع أكثر من صورة لأكثر من نبات، بيكون معه أصلا داتا سيت، ما يكون معه داتا سيت مسبقا لأنواع النباتات اللي هي الضارة والحشرات الموجودة أو اللي تضر بالنبات، مخزنة موجودة داخل داتا سيت جاهزة. بعدين بيعمل له تيست على مجموعة من النباتات أو المحاصيل اللي موجودة في بين نباتات ضارة، وبيشوف إذا بيقارن الصورة الملتقطة الآن بالتيست مع الموجودة بالداتا سيت. إذا في تطابق، بيتم أو زي ما قال وسيم في تقنية الليزر، بيخرج الليزر ويعمل إبادة للنبات الضار. أعتقد ممتاز يعني ممتاز يا محمد، يعني فعلا صحيح. طيب وسيم تسمعنا معذرة، ولا لا؟ أنا رجعت بس ما حبيت أقاطع محمد. هاي طيب أصلا كمل يا وسيم. النت عندي ما النت